بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في هذا اليوم ومنصة أريد تحتفل بالذكرى السنوية الثامنة، والحق يقال بعد الشكر والثناء لله تعالى أن هيأ لهذه المنصة رجال ونساء علماء مخلصون، وعلى رأسهم المؤسس سيف السويدي، ولا أنسى لقاءنا به لأول مرة في المؤتمر الثاني تقريبا بجزيرة لانكاوي بماليزيا، حيث كانت البداية الطيبة وحفاوة اللقاء والترحيب وملاقاة الإخوة الباحثين الذين يشع نور العلم من وجوههم وشغف المعرفة والاستفادة من العلم. وعلى سبيل المثال سعادة البروف سلوان العاني، لك من التحيات والتقدير، والأخت الأستاذة الدكتورة أميرة سمبس، والأخت الدكتورة فاطمة من قطر، والغائمة تطول. وامتد جسر التواصل بين الإخوة في منصة أريد، وزادنا شرفا معرفة الأخ البروف الراقي، الإنسان الذي وهبه الله القدرة على تلمس حاجة الآخرين ومساعدتهم بالإنسانية الراقية منه. تحية خاصة معالي البروف عبد الرازق مختار، ولا أنسى حفاوة ترحابك بي عندما هبطت برحلة للحياة في غاهرة المعز بعدما التهبت عاصمة السودان بهذه الحرب اللعينة. نسأل الله أن يرد السودان وأهله إليه ردا جميلا. خالص الشكر والتقدير لكل من عرفناهم من أخوة ومن شاركنا معهم في الدورات التدريبية والعمل المشترك بالروح الجماعية النادرة، وبرغم بعد المسافات المكانية إلا أن غرب التلاقي بالروح والتعاون سد كل الحواجز. نأمل ونتمنى وندعو الله سبحانه وتعالى للمنصة المزيد من التطور والتوسع في كل دول العالم، ونأمل أن نرى جامعة منصة أريد واقع ماسك أمامنا يجمع كل المنصة في بيت واحد تتفانى فيه أفراده إخلاصا وعطاء في العمل. ودمتم بخير وطابت أيامكم، والسلام عليكم ورحمة الله.